2019 في 6 علماء من جامعة دوف باكستان حبوا يطبقوا مبادئ السنسوري انتجريشن على الجروس موتور سكيلز، ولاحظوا إن في مشاكل كتير عندهم ريليتد للإفكت بتاع السنسوري سيستم، مشاكل زي الريفلكسز الموجودة، الأبنورمال بوستشر تون، والجيننج بتاع الجروس موتور سكيل دي ذات نفسها. بل كمان حاولوا يطبقوا مبادئ ادفانسد زي مبدا الافكت بتاع اللينير فيستيبلر ستيميليشن والابسايد داون ستيميليشن على البوستشر تون، ازاي يقدروا يستفيدوا بيه مع الحالات اللي عندها سي بي. ومش بس كده، كانوا حابين كمان يعرفوا ازاي اعالج حاجات زي الجرافيتيشنال انسكيورتي، واقدر اعمل انتجريشن للفيستيبلو كوليك ريفلكس مع الفيستيبلو سباينال ريفلكس عشان الطفل ده ما يبقاش عنده جرافيتيشنال فيل دايما مع اي موفمنت للهيد اجينست جرافيتي او بونت بادي اجينست جرافيتي. ففي 2019 بداوا يطبقوا المبادئ دي، واخدوا كام اكسرسايز وكام بروجرام طبقوه على الاطفال، ولقوا الريزلت هايله جدا، ولقوا الريزلت ماشيه جدا مع النيورو ريهابيليتيشن بتاع السنسور سيستمز دي. لو هنتكلم على الميثودولوجي بتاعت الاستادي اختارت 26 طفل، 24 منهم كان سباستيك دايبليجيك، و2 منهم كانوا دايجنوزد ان هم ديفلوبمنتال ديلي. ال 26 طفل دول اخذنا الكونسنت من البيرنتس ان هم يشاركوا، تم اختيارهم راندمايزد في باكستان في الجامعه، وكان عندنا انكلوجن واكسكلوجن كرايتيريا. الانكلوجن كرايتيريا كانت ان الاطفال دول يتراوح عمرهم من سنتين لتسع سنين، ويكون عندهم مايلد لمودريت سيفيريتي افكشن، ويبقى اعلى حاجه اعلى واحد فيهم يقدر يكون مكتسبها ان هو يبقى ستاند سبورتد. طيب الاكسكلوجن كرايتيريا كان كلها حاجات ليها علاقه بالميديكال اسبكت وان كنترولد، زي الان كنترولد ايبيليبسي، ان كنترولد هيدروسيفالس، سيفير اوتيزم، ديفورميتي، او انترفنشنز كان معمول للطفل ده ميديكالي يمنعه، او في بوني وستراكشرال كومبوننت يمنعه ان هو يكون يقدر يشارك ويكتسب الجروس موتور سكيلز دي. الاوبجكتيف اسسمنت اللي تم في الاستادي دي تم بثلاثه سكيل. اول سكيل منهم هو الجي ام اف ام اصدار 88 علشان ياسس بيه الجروس موتور سكيل فانكشناليتي بتاعته ويديه درجه عليه. تاني سكيل كان الكويست سكيل، وده كان بيقيس حاجات زي الهاند فانكشن والديسوسيشن والويت بيرنج واشياء اخرى. تالت حاجه استخدموها وهو الموديفايد اشورس سكيل عشان يقيسوا بيه التون زي ما في الصوره قدامنا في التيبل. علشان نضمن ان التاثير بتاع السنسور انتجريشن تريتمنت يكون موست افكتيف، الاطفال دول ما تعرضوش لاي كونفنشنال فيزيكال ثيرابي او او تي بروجرام في خلال فتره ال3 شهور، وكانت جلسه السنسوري بتاعتهم تبقى 45 دقيقه 4 ايام في الاسبوع لمده 3 شهور، وكانت بتقسم الجلسه لثلاثه فيزز. اول فيز اللي هي البروبيوسبشن، ودي كان بيتعمل فيها حاجات زي الكرولينج فاسيليتيشن، الترانك فاسيليتيشن من على السوينج، والترانك باور ان هو يعمل ثروينج للبول او كيكينج للبول. تاني فيز كانت الفيستيبولار فيز، وكان بيستخدموا فيها حاجات ادفانسد جدا زي الهاموك وكل الاكتيفيتيز اللي كانت موجوده فيه، الرولينج باللوج رولينج او الويدج رولينج او الهاموك رولينج، وكانوا بيستخدموا كمان البينات الباونسنج على البينات بول، وكانوا بيستخدموا حاجات زي السوسر كمان. تالت فيز اللي هي فيز الميكسد، كانوا بيجمعوا ما بين الاكتيفيتيز ما بين البروبيوسبشن والفيستيبولر في هيئه فانكشنال اكتيفيتي اكتر على السوينج او سواء على ادوات الفيستيبولر سيستم. الريزلت بتاعت الاستودي دي عملوا لها اناليسيس باستخدام البيرد تي تيست كواحد من الاستاتستيكال تولز اللي نقدر نستخدمها علشان نحكم بيفور وافتر، ولقينا في امبروفمنت في 3 محاور كبيره. اول محور هو الجيننج بتاع الجروس موتور سكيلز نفسه اتحسن جدا، والتون امبروفمنت بقى واضح جدا زي ما هو كان موجود في الاستودي في الجدول. تاني حاجة الامبروفمنت كمان في جي ام اف ام سكيل كان كويس جدا على مدار ال5 دومين، سواء اللاينج والرولينج او الكرولينج او النيلينج والستاندينج والووكينج والرننج والجامبنج بعد كده. وتالت امبروفمنت كان في الهاند فانكشن زي ما شايفين في الجدول، اتغير جدا البيفور والافتر بتاعهم. وبالتالي الاستادي دي بتثبت ان الامبروفمنت اللي حصلت كانت mostly related للسنسور انتجريشن بروجرام اللي اتعمل، والحاجات الادفانسد اللي اتعملت سواء باستخدام السوينج او الهاموك، وان السنسور انتجريشن ليه بوزيتيف افكت على الجيننج بتاع الجروس موتور سكيل، مش بس الفاي موتور سكيل زي ما كان بيستخدم دايما. والكلام ده تم اثباته من 2019. كل الابحاث اللي جايه واللي المفروض تتعمل كان لازم تركز اكتر على فكره ازاي استخدم البروجرام ده واعمل فيه موديفيكيشن في التولز اللي معايا وفي الانبوتس اللي معايا، ان انا اقدر استخدمها على حالات مختلفه زي ما اتكلمنا قبل كده في فيديوهات، زي حالات الابليبسي استخدم معاها ايه وليه، وحالات الديسكاينيزيا استخدم معاها ايه وليه.